السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هندخل محل بس اند بادي وركس، عندهم حاجات 50% و75%. شايفين اللوشن والسبراي عندهم، عندهم حاجات كتير قوي. عندهم الهاند سوب، الميزه طبعا انكم بتجربوه جوه، حاطينه على الحوض عندهم. جبت الاربع انواع دول، الاربعه ب20، جبت النوع ده والنوع ده كمان برضو. الانواع دي ريحتها حلوه قوي، اني جربتها جوه. وفي كمان ده البلاك شيري،
والكوكومبر ده جميل جدا. دول الانواع اللي انا جبتها من جوه. اللي عايز يجي يجيب بقى عسل، يجي يجيب في حاجات جوه طبعا خلصانه كان عليها تخفيض وخلصت. اللي عايز يجي يجيب برده يجيب. ده فرع روز ديل مول في ولايه مينيسوتا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. باي باي.